وزعامته في اسكندريه، فطبعا خلى في حاله غضب عند جماهير اسكندريه. فانا شايف ان المباراه فنيا وتكتيكيا مش هتكون سهل، لان عماد النحاس عايز يثبت جداره، ومستر بيتسو موسيماني عايز يواصل الصداره، وعارفين ازاي مستر موسيماني بيتعامل، واكيد هو اللاعبين حاطين في دماغهم اكتر من امر ان كل الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهلي بتظهر بشكل مختلف، تظهر بشكل مختلف عن ما تلعب فرقه تانيه، لان النادي الاهلي شكل تاني، النادي الاهلي حاجه تانيه خالص. وكمان عارفين ان اللعيبه دايما بتاعت الفرق التانيه، وانا كنت واحد من ضمن اللعيبه اللي في فرق صغيره، كانت بتحب تثبت نفسها دايما قدام النادي الاهلي. فما بالك كمان النهارده جهاز فني جديد لنادي الاتحاد السكندري عايز يثبت ان هو فعلا جدير، وان هو النهارده هيقدم حاجه جديده وهيكون عند حسن ظن جماهيره. فهنشوف النهارده اكيد مستوى مختلف. يمكن كابتن عماد النحاس واقعي شويه، كابتن حسام حسن يعني كان بيبقى عنده حته الجرأه شويه، المجازفه الهجوميه، كابتن عماد النحاس بيحسبها، يعني من النوع اللي هو عنده تحفظ، وخصوصا مع الفرق الكبيره. طبعا هو عامل حساب للنادي الاهلي، والنادي الاهلي قدامه حاجه واحده بس، ان هو يكسب الماتش. ان شاء الله نشوف مباراه جميله، نتمنى نشوف مباراه جميله بين فرقتين كبار، ولو ان انا اتمنى التوفيق، عدم الاصابات، ويكون ان شاء الله الفوز يكون حليف النادي الاهلي يعزز بيه صدارته لقمه الدوري. قبل ما نطلع فاصل عشان نستقبل نجومنا الكبار، هستعرض مع حضراتكم تاريخ مواجهات الفرقتين. نادي الاهلي ونادي الاتحاد لعبوا 121 مباراه، النادي الاهلي فاز في 81 مباراه، ونادي الاتحاد فاز في 16 مباراه. الفرقتين اتعادلوا 24 مره. نادي الاهلي له 207 هدف، نادي الاتحاد له 75 هدف. كده شايفين فروقات كبيره جدا 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 بين عظيم مصر وعظيم افريقيا النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله تستمر ان شاء الله الارقام دي، ويواصل النادي الاهلي انتصاراته، ويواصل النادي الاهلي تصدره الجدول الدوري العام باذن الله بعد هذه المباراه والمباريات الاخرى ان شاء الله. دلوقتي هنروح لفاصل، وبعدين نرجع نستقبل كباتننا الكبار اللي بيشرفونا دايما، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. ارجوكم انتظروني.